مرحبا فيكم بحلقة جديدة من USP 1. إذا أنتم بتحبوا التكنولوجيا راح تحبونا. اليوم بحلقتنا عندنا كثير معلومات وبالذات مع التيبس اند تريكس راح نورجيكم اليوم إذا يوم الأيام لغيتوا مكالمة على الواتساب كيف ممكن ترجعوها. طبعا بس للناس اللي عندهم آيفونات للأسف. المهم خلينا هنبلش في هاي الحلقة. يلا كبسات أمازون كانت وللأسف بطلت. تكنولوجيا الوجوه جديد بالصحة الصينية. التاريخ ما بضيع، المتحف الفلسطيني مخبيه. ميكروفونات مخبية جوا بيتك. موبايلك لازم له تغيير، ف 5G صارت على الطريق. أما بفقرة tips and tricks رح نعلمكم كيف تسترجع المحادثات الواتساب اللي هي محذوفة إذا كان جهازك آيفون. أما reviews لهالحلقة فرح نفرجيكم عن بوت رح يفهم عليك ويريحك خصيصاً إذا كنت أنت إنسان رياضي. اللي ما بيعرف داش باين فهي عبارة عن أزرار بتلزقها على أماكن في البيت وكمان الضغط عليها لإرسال طلب إلى أمازون على منتج معين من خلال الواي فاي بدون الحاجة للدخول على المواقع. بس هاي الخدمة كانت موجودة بس حاليا وقفوها. زي ما ذكر موقع انجاجت التكنولوجيا فإنه أمازون داش باين وقفت بيع اللي تعتمد على الضغط عليها عند الطلب، وهذا القرار كان حتمي على شركة أمازون ولازم تاخذ مع ظهور أجهزة أكثر تطور وتقدم، خاصة إنه الكثير من العملاء بيستخدموا أليكسا في التسوق اللي هو الحر عبر أجهزة إيكو التابعة للشركة. وجنب هذا الحكي بتقدم أمازون هاي الأزرار بشكل افتراضي للمشتريين بسهولة على موقعها الإلكتروني، وصفها دانيال راوش نائب رئيس أمازون بأنها نقطة انطلاق رائعة في عالم المنزل المتصل، بس ما عادت مناسبة لأنه صارت السماعات الذكية والأجهزة المتصلة أكثر شيوعاً. هتواصل أمازون دعمها للعملاء الحاليين اللي لسه بيعتمدوا على الأجهزة للحصول على الطلب بضغطة واحدة. أصبحت مستشفيات صينية تستخدم تكنولوجيا التعرف إلى الوجوه عشان تحديد هوية أشخاص ببيعوا مواعيد حجز العيادات بشكل غير قانوني. وذكرت وسائل إعلام رسمية إنه أكثر من 30 مستشفى في بكين طبقت هاي التكنولوجيا وحددت بالفعل أكثر من 2100 شخص بيظهروا بانتظام لحجز مواعيد بعدين بيغادروا ببيعوها للآخرين من أجل الربح. وتتطلب المستشفيات العام الصينية من المرضى ذكر المواعيد، هذا الإشي اللي بيخلق سوق ثانوي مربح للمضاربين اللي بيبيعوا أرقام أفضل لتوفير الوقت. بتعمل الصين بقوة لتطبيق التكنولوجيا التعرف إلى الوجوه في كل شيء، ابتداء من توزيع الأوراق التواليت في المراحيض العامة وانتهاء بفحص المارة في الشوارع. وبتستخدم حكومة الرئيس لمعالجة البيانات وتسلسل الجيني والتعرف إلى الوجوه لإحكام سيطرتها على السلطة. أعلن المتحف الفلسطيني إنه تمكن من أرشيف 18,000 وثيقة فلسطينية في مجالات مختلفة ضمن مشروع الأرشيف الرقمي للمتحف، وأضاف في البيان إنه هذا التوثيق هو أول مراحل المشروع اللي هو الأرشيف الرقمي الممتد على مدار 3 سنوات باعتبارها فترة تأسيسية راح يتم خلالها تجمع 145,000 وثيقة. وأوضح المتحف في بيانه إنه الأرشيف الرقمي أحد أهم المنصات الرقمية المتحف الفلسطيني وبضم صور فوتوغرافية ووثائق ومقتنيات وأعمال فنية تنتمي إلى مجموعة أرشيفية محددة توثق تاريخية فلسطين منذ عام 1800. وحكى المتحف إنه آلية العمل على المشروع تتلخص بتجميع الوثائق من أفراد ومؤسسات وخلق مرادفات رقمية لكل وثيقة وإرفاقها بمعلوماتها على منصة رقمية خاصة بالمشروع راح يتم إطلاقها لتكون متاحة أمام الباحثين والمهتمين والجمهور مطلع عام 2019.
وقسم المتحف المواد اللي تمت أرشفتها إلى 67 مجموعة، مقسم إلى مجموعات شخصية وعائلية ومجموعات لمؤسسات وأخرى لمخصصين من باحثين ومصورين. وحكت عادلة العايدي مديرة المتحف في البيان: يعتبر هذا المشروع نقلة نوعية في سياق توثيق الإرشيفات الفلسطينية. كما أضافت: راح يقدم المتحف خلال السنوات القليلة المقبلة للفلسطينيين وللمهتمين حول العالم مرجعاً موثقاً وشبه شامل من تاريخ فلسطين السياسي والاجتماعي وكمان الثقافي وحاضرها. الظاهر انه مستخدمين اجهزه الامان للمنزل تبعت ناس من جوجل ما كانوا يعرفوا ابدا على شو بتحتوي هي التقنيه الشخصيه. اعتذرت جوجل مؤخرا للعملاء اللي اشتروا نظام الامان المنزلي اللي هو ناس سكيور لانه تم تجهيز الجهاز بميكروفون غير مذكور من طرحه البيع في عام 2017. وفي الوقت السابق من شهر فبراير اعلنت جوجل على تويتر تحديدا للبرنامج القادم واللي قام بتنشيط الميكروفون اللي هو من ناس خلى استجابة للأوامر عن طريق جارد الصوتية والتكنولوجيا من جوجل اللي هو مساعد بخدع المستخدمين. وهذا الشيء ولا حد خبرهم عنهم ابدا. النظام ممكن انه يلتقط الصوت. وكتبت الشركه على تويتر: لقد ادرجنا ميكروفونا في ناس كارد مع بعض الميزات مثل مساعد جوجل بالاعتبار. لم يتم استخدامها حتى هذه اللحظه. يمكنك تمكينها او تعطيلها في اي وقت باستخدام تطبيق ناست. واعترف متحدث باسم الشركه بانه عدم ذكر الجهاز في المواد السابقه كان خطا. وكانت نية الشركة تسمح في النهاية للمستخدمين بتمكين الميكروفون من اكتشاف الاضطرابات أو التدخلات مثل صوت كسر الزجاج، يعني عذر أقبح من ذنب. عم تتسابق دول العالم على تطوير بناها التحتية استعدادا لشبكات الجيل الخامس اللي هو 5G اللي عم بتوقعوا انها تبدأ من الانتشار على نطاق واسع خلال هاي السنة، اللي هي بتقدم العديد من المزايا والقدرات الغير مسبوقة. بتمثل هاي تقنية الجيل الجديد من معايير اتصالات المتنقلة ويتوعد بسرعة فائقة وتعطيه كبير للشبكة. توصل السرعة الجديدة لهاي الشبكة ل 4.5 جيجا بات في الثانية في الوقت اللي بتبلغ فيه الكفاءة القصوى لشبكات الجيل الرابع اللي هو بحدود 600 ميجا بايت في الثانية. وراح تخفض هاي الشبكة الثورية من زمن الاستجابة عند نقل رابط على الانترنت أو تشغيل فيديو ليوصل إلى 1 ملي ثانية. وراح تستخدم هاي الشبكة طيف فائق للترددات العالية بنطاق أقصر بس بقدرة أكبر لنقل بيانات ضخمة عبر الانترنت وبجودة عالية. وصممت شبكة الجيل الخامس لربط عدد أكبر بكثير من الأجهزة مقارنة باللي بتوفرها شبكات الخلوي التقليدية، وبالتالي فهذه راح تسمح بتطبيق مفهوم إنترنت الأشياء بسهولة، بمعنى إنه أي أداة أو جهاز في البيت أو الشارع أو العمل راح يكون متصل بالإنترنت. ومن أبرز الأسئلة اللي بدور في أذهان كثير من المستخدمين: هل راح يضطروا إنه يتبدلوا هواتفهم بهواتف أخرى جديدة متوافقة مع الشبكة؟ للأسف الإجابة هي نعم، لأنه تقنية الجيل الخامس تتطلب هوائيات ومستقبلات إشارة غير متوفرة في الأجهزة الحالية. وبالفعل بدأت العديد من الشركات في إطلاق هواتف جديدة تدعم مثل هاي الشبكات كشركة سامسونج وهواوي وكمان شاومي.